السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم ان شاء الله طريقه لعمل الشفنج في البيت. كيجي بحال الشفناج، كيجي رائع. كنتمنى تتبعوا معايا المقادير. عندنا معلقه د الخميره، معلقه د الخميره كبيره، معلقه كبيره ديال السكر، شويه ديال الملحه على حسب نملحو بحسب المقدار اللي بغيتو، جوج ديال الكيسان ديال الماء وجوج كيسان ديال الطحين. هادو ك هاد الشيء اللي غنحتاجو ليه في الاول. من بعد غادي نعاودو نزيدو الدقيق ان شاء الله. كنتمنى تتبعوا معايا خطوه بخطوه باش يجيكم الشفنج كيف بغيتو ان شاء الله. دابا البنات غادي نبداو كنخلطوا المقادير. غادي نذوب الخميره هي الاولى، السكر، سنيده، غنزيدو الماء، نحركو هادشي تيدوب. من بعد نزيدو الدقيق شوية بشوية، دقيق الفرص طبعا. دابا غادي نديرو في نطحنو في الخلاط الكهربائي. دابا ملي كيتخلط كنديرو في الخلاط الكهربائي. خليكم معايا البنات. دابا البنات من بعد ما طحناه في الطحان الكهربائي غادي نديروه نردوه في وسط بانيو فاش كنعجنو. ونبداو كنزيدو في الدقيق. غنبداو كنجمعو نزيدو في الدقيق حتى تجمع لينا العجينة. ما تكون قاسحه ما تكون جاريه. نتوما عرفتوا العجينه الشفنج كي كتكون شويه مرخوفه. ها الكاس الثاني، نديروا الملحه حسب القياس تقريبا ديال اللي بغينا. بغيتو ديرو يديكم ديروهم، انا كنفضل ندير هكذا. او كنزيدو الدقيق شويه بشويه. هانتوما البنات كتشوفوا العجينه، شفتوها كي كتكون؟ هانتوما خليوها مقاسها تقريبا زدنا شي
كاس اخر او ما كامل كاع، يعني شي جوج كيسان تقريبا، غيكونوا في المجموع كامل 5 الكيسان تاع الدقيق تقريبا. هادشي الا كان كيشرب مزيان يكونوا 5 الكيسان تقريبا، شي نص كيلو الدقيق الفرص. ها هو غادي نخليو الخليط يرتاح مدة 10 دقائق ان شاء الله، نغطيوه بلاستيك غذائي ونغطيوه ونخليه ان شاء الله مدة 10 دقائق، ونتلاقاو بإذن الله نوريكم شنو غنديرو مرة اخرى. يلا خليكم مع هنا العشرة البنات. من بعد 10 دقائق كنجيو كنجيو كنلقاو خمر شوية، ها هو طلع. كندهنو يدينا بالزيت، دهنو يدينا مزيان بالزيت، ونبداو كنهبطو فيه، كنخرجو ليه الهواء اللي دخل فيه ميرة هكذا. ومن بعد ملي كنخرجوا هاد الهواء اللي فيه وكننزلوه، كنعاودو نخليه يخمر مدة نص ساعة ان شاء الله. كنخليه يخمر مدة نص ساعة، ومن بعد نص ساعة ان شاء الله غادي نوريكم كي غادي نديرو الشفنج. يلا نخليكم في امان الله، تنعاود نرجعو من بعد نص ساعة. من بعد نص ساعة البنات، من بعد ما كيخمر لينا العجينة كتبقى على هكذا كتولي طالعة. كندهنو يدينا بعدا بالزيت باش نهبطوها، هانتوما كيف كتشوفو هاهي كنخويوها، نحيدو ليها الهواء اللي فيها العجينة ديالنا، كنبقاو كنديروها بحال هكذا بحال المسمنه كيف كتشوفوا. وكندهنوا لاطا بالزيت وكنبداو كنحطوا. البنات تبعوا معايا من فضلكم. بقاو كنديروا ليه بحال المسمنه، ندهنوا يدينا مزيان لان كيلصق، هو اصلا خصو يبقى جاري هكذا باش يجي كيشفنج. نتوما كتعرفوا العجينه الشفنج كتكون جاريه. بعد البنات كنديروا مقله هكذا، مقله صغيره، وكنديروا مقله كنعمروها بالزيت تقريبا القياس ديالنا. والعجينه كنشدوها بعد ما خليناها خمرات 5 دقائق، كنعمروا يدينا بالزيت هكذا، كندهنوها باش ما تلصق فيناش. ومن بعد نبداو كنقطعوا في العجينه، هانتوما كتشوفوا كنحلوها هكذا وكنحطوها في هاد الاوله هنا هكذا، ونستمروا في هاد العمليه هكذا. البنات هانتوما العجينه راه مرخوفه ديال الشفنج، هانتوما كنفتحوها هكذا وكنحطوها في المقله دبلتينا مزيان باش ما تلصق ليناش. كنكرروا نفس العمليه ديما، وكنديروا نفس الشكل هكذا، وكنحطوا من بعد كنهزو هاد الاولانيه، هاد الاولى اللي هبط، نديروها في المقله عامره بالزيت. كندورش عليها الزيت البنات هكا هكا باش تنفخ. نديرو لهاد الطريقه
شكون اللي هو اللي عندنا كنهزو الخرا حتى هي ونحطوها ونرشو ليها الناس كي يطلع الشفنج تيطلع رائع هانتوما شفتو ضيا كيتحمر وضيا كيجي زوين نبقاو هكذا حتى كنكملو الشفنج كلو ان شاء الله البنات الشفنج ديالنا ملي كنقليو وكنساليو هاكي كيطلع كيطلع زوين بحال ديال الزنقه هانتوما كتشوفو هانتوما كيطلع رائع كيجي بحال ديال الزنقه بدات نفتح لكم واحد تشوفوها من الداخل هانتوما كي كيطلع بحال ديال الزنقه كيجي مشفنج من الداخل كيجي رائع كنتمنى تجربوه وكنتمنى تشجعوني في هذا الفيديو ان شاء الله وكنتمنى انكم تابوناو معايا وديروا لي لايك وشكرا لكم جزيلا ومع السلامه.